السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي إلى دورة السيمانتكس. اليوم إن شاء الله سنبدأ دورة السيمانتكس بالفصل عفوا بالدرس الأول. راح نعتمد هاي المراجع The Study of Language و Semantics Across Book في هذه الدورة، بالإضافة إلى بعض الفيديوهات ويعني بعض المواقع على الإنترنت. الدرس الأول Lesson 1 هاي محتوياته. What is semantics? Importance of semantics. Lexical meaning راح نتناول نوعين اللي هو conceptual meaning و associative meaning. لو رجعنا للخلف نشوف إنه language يعني اللغة. اللغة زي ما انتم عارفين هي مكونة من ثلاث أشياء اللي هي sounds, form و meaning. الساوندز عادة يعني بتتناولها العلوم التالية اللي الفوناتكس والفونولوجي، وعملنا دورتين في هاي المجالات. الفورم أيضا بتناول الوردز والعلم اللي بتناول الوردز اللي هو المورفولوجي، عملنا أيضا دورة فيه. والكلوزز والفريزز أيضا العلم بتناولهم اسمه سينتاكس، وعملنا دورة في هذا الموضوع. ظل علينا دورة أخرى اللي هي بتتعلق بالمعنى اللي هي الميننج. طبعا في الميننج لازم نتكلم عن السيمانتكس والبراغماتكس والديسكورس أناليسيس. اليوم رايحين إن شاء الله نبدأ في موضوع السيمانتكس. إذا هاي الأشياء الأولى اللي هي الساونز والفورم غطناها، وظل عندنا موضوع الميننج. What is semantics؟ إذا بنلاحظ هنا في عنا عدة تعريفات، لكن كلها بتشترك إنه السيمانتكس هي يعني العلم اللي أو الدراسة اللي تبحث في المعنى. يعني لاحظ هنا لايونز في 1977 قال semantics is the study of the meaning، يعني السيمانتكس علم المعاني هو دراسة المعنى. Semantics is the study of the meaning in language. لاحظتوا هنا أضاف هنا هيرفورد وهيزلي 1983 أضافوا عنا كلمة in language. عنا لوبنر 2002 semantics is the part of linguistics that is concerned with meaning. هي إذا جزء من اللغويات يعنى بالمعنى. إذن لاحظتوا كلمة meaning. أيضا في عنا هنا في الويكيبيديا بقول إنه linguistics semantics is the subfield that is devoted to the study of meaning. إذن هو مجال فرعي مكرس لدراسة المعنى، طبعا على مستويات المعنى الكلمات words الأشباه الجمل and larger units of discourse ووحدات يعني أكبر في عملية الديسكورس اللي هو المحادثة. إذن هاي تقريبا التعريفات اللي تناولناها، وهي بتدور حول انه السيمانتكس لها علاقه بالمعنى. الان شو اهميه السيمانتكس؟ في عندنا خمس نقاط راح نتناولها ونتحدث عن اهميه السيمانتكس. اول شيء clear understanding of meaning allows students and teachers to communicate their messages clearly. لما يكون في عندنا فهم واضح للمعنى هذا يعني يتيح للطلاب والمعلمين انهم يتواصلوا او يوصلوا الرساله بشكل واضح. مثلا هنا لو طالب قال I see my father every day، see هنا بحر، معناته هنا الرساله غير واضحه، لكن لو قال I see my father every day اصبحت واضحه. اذا لاحظنا انه يعني هنا تغيير الكلمه غير المعنى، فاحنا هنا المعنى في الجملة الأولى ما كان واضح لكن أصبح واضح في الجملة الثانية. أيضا من أهمية موضوع السيمانتكس، semantics provides speakers with a structure to use when they need to put words into sentences creating meaning. For example, a sandwich has eaten a boy. طبعا هذا الستركتشر يعني خطأ من حيث المعنى، لكن من حيث التركيب صح، عندنا subject وعندنا verb وعندنا object. إذا structure هو okay لكن الميننج خطأ.
إذا سيمانتكس تسعى إنه تعطيك أيضا يعني structure يكون له معنى. A boy has eaten a sandwich. هنا السيمانتكس بيقول لك أوكي، لكن هنا التركيب لوحده لا يكفي، إذا التركيب لازم يكون له معنى. ومشهورة طبعا في سيمانتكس مشهورة هاي الجملة colorless green ideas sleep furiously، يعني هاي ما لها معنى لكنها تركيبها صحيح. فدائما بعطوا هاي الجملة على أنها مثال على التركيب الصحيح، عندنا subject وعندنا verb وعندنا adverb، لكن من حيث المعنى ما لها معنى. إذا التركيب لازم يعني يقترن بالمعنى حتى يعني يكون صحيح. النقطة الثالثة، the true power of semantics is that it is less structured than syntax and easier way to communicate information. بالنسبة يعني هاي النقطة قوة في السيمانتكس، إنه دائما بيكون التركيب فيها أقل من السنتاكس، وبوصل الرسالة بشكل أو المعلومة بشكل أسهل. كيف؟ يعني في عندنا هنا ثلاث جمل. The color of the sky is blue. لاحظوا تركيب هاي الجملة. The sky is now blue. I see a blue sky. كل هاي التركيبات يعني زي ما أنتم لاحظين مختلفة، لكن من حيث المعنى you will generally get the same meaning, that is the sky is blue. لكن من الثلاث تركيبات هاي عندنا المعنى المقصود فيها كلها انه بتقول انه the sky is blue، يعني عندنا كلمتين اللي هم sky و blue. يعني من كلها التركيبات هاي السيماتكس بقول لك انت ركز معاي على انه بدي يحكي انه sky is blue. هاي يعني الخلاصة. فبكي انه هاي قوة السيمانتكس، انه بعطيك يعني تركيب سهل يؤدي او يوصل المعنى بأقصر الطرق. النقطة الرابعة في أهمية السيمانتكس، انه ببحث في structural ambiguity، يعني في عندنا غموض في التركيب. can also give reason for the importance of semantic research. For example, يعني لو في عندنا هاي الجملة the chicken is ready to eat، من حيث التركيب هاي زي ما انتم لاحظين يعني توحي بمعنيين، يعني اي جملة بتعطينا معنيين بتكون ambiguous يعني غامضة. فبقول انه هاي الجملة علم السيمانتكس بحث مثل هاي الجمل الغامضة التراكيب الغامضة عشان يبين لك انه في معنى اخر للجملة وليس معنى واحد. مثلا هاي الجملة the chicken is ready to eat، يعني قد يفهم من هاي الجملة انه the chicken itself يعني الدجاجة is hungry and so it is ready to eat، يعني الدجاجة جوعانة والان هي جاهز للاكل، بس حط لها الاكل خلاص يعني تاكل. المعنى الثاني the chicken is ready to be served and eaten by somebody else، يعني انه الدجاجة جاهزة. هذا الكلام يعني ممكن نقوله في المطعم، انه الدجاجة جاهزة للأكل يعني معنى آخر ممكن تأكلها، جاهزة للأكل أنت تأكلها. إذا لاحظنا انه الجملة هاي من حيث المعنى إلها معنيين، وهذا يندرج تحت structural ambiguity. النقطة الخامسة، understanding the change in some words meaning over time. أيضا علم السيمانتكس من أهميته أنه يبحث التطور في تغير معنى بعض الكلمات. مثلا the word nice in 1300s was used to mean foolish but now it is a positive adjective. يعني واحد بيقول لك you are a nice man، هذا شيء حلو يعني أنت إنسان طيب كويس، لكن في القرن الثالث عشر كان إلها معنى بمعنى foolish يعني أحمق. يعني لو في القرن الثالث عشر يقول لواحد you are nice على طول يمكن يعني يزعل منك. ليش؟ لأنه كانت تعني foolish، ثم تطورت زي عندنا طبعا باللغة العربية شاطر كان معناها اللص، ثم تطورت صار شاطر يعني بمعنى أنه إنسان ذكي وخلص يعني حاله في المواقف الصعبة.
إذن هذا التطور في المعاني هذا أيضا من اختصاص علم السيمانتكس. مثال آخر أنه كلمة silly was seen as happy. يا سلام، إحنا الآن في الوقت الحاضر نقول he is silly، يعني هو سخيف، لكن silly في القرن الثاني عشر كانت تعني سعيد، يعني واحد يقول I am silly كان يفهم منه أنه سعيد. بعدين تطورت وبدأت بالقرن الخامس عشر in 1500s المعنى تغير، فأصبح أنه empty headed or lacking in common sense، يعني إنسان سخيف. إذا هذا بالنسبة لأهمية semantics. الآن في عندنا نوعين من المعنى بأديهم semantics أو علم semantics. المعنى الأول بسموه conceptual meaning والثاني بسموه associative meaning. طبعا هذا يعني هذا اسم، في أسماء أخرى لنفس التعبيرات هاي. يعني conceptual meaning اللي هو denotative أو literal meaning covers those basic essential components of meaning that are conveyed by the literal use of word. إذا conceptual إجمالا هو يعني هذا النوع من المعاني اللي هو conceptual، يعني من concept يعني مفهوم، هو المعنى الحرفي للكلمة، المعنى الحرفي للكلمة. وعادة نجد هذا المعنى في الديكشناريز. In this it is the type of meaning that dictionaries are designed to describe. إذا المعنى اللي نلقاه في الديكشناري هذا هو المعنى الحرفي للكلمة، فهذا بنسميه المعنى الحرفي للكلمة conceptual أو literal meaning أو denotative meaning. الآن خلينا ناخذ مثال كلمة نيدل. لو فتحنا الديكشنري بنلقى فيها مثلا انها تعني thin sharp steel instrument، يعني أداة فولاذية حادة ويعني رفيعة. هاي الإبرة، يعني هاي تعريف الإبرة. لكن associative أو connotative meaning اللي هو المعنى يعني خلينا نقول الإيحائي، بإيش يوحي يعني، أو الأسوشيات يعني يقترن، أو بتقترن هاي هذا المعنى بيقترن بإيش. يعني كلمة نيدل مثلا تقترن عادة بإيش؟ يعني النيدل قد تقترن بالنسبة لبعض الأشخاص بالبين، الأطفال مثلا يعني لما تضرب إبرة مثلا دقوا إبرة، هذا يعني الإبرة بالنسبة للطفل تعني إيش؟ تعني البين. أيضا بالنسبة للمرضى المستشفى تعني المرض، تعني الدم، تعني دراجز اللي بتعاطي مخدرات، المخدرات عفوا، يعني ثريد الخيط، النتنج الحياكة أو النسيج، كل هاي معاني يعني إيحائية، معاني خلينا نقول مرتبطة بكلمة النيدل. إذا هذا النوع من المعنى اللي هو يعني خلينا نقول associative، من associate يعني مرتبط في هاي الكلمة خلينا نقول اللي إلها معنى أصلي. هذا المعنى إذا تعدى المعنى الحرفي للكلمة، المعنى خلينا نقول ارتباطي يعني مرتبط بهاي الكلمة. The connotation of a word can be positive. طبعا هذا إيحاء الكلمة قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي وقد يكون نيوترال حيادي. Can also either cultural or personal. يعني ممكن الارتباط هذه الكلمة تكون بالنسبة لشخص معين personal وقد تكون بالثقافة. طيب هذا يعني توضيح أكثر هاي الconceptual والassociative. إذا قلنا المعنى المفاهيمي أو الحرفي والمعنى الارتباطي أو الإيحائي للكلمة، وقلنا هنا نيدل هذا المعنى الحرفي زي ما قلنا، وهاي الارتباطات أو الإيحاءات بالنسبة لكلمة نيدل بين وبلد ودراج وما إلى ذلك. طب خلينا نأخذ أمثلة أخرى. يعني في عندنا كلمات أخرى مثلا بلد، لو فتحنا الديكشنري نجد الconceptual meaning أو الديكشنري meaning blood the red liquid that flows through the bodies of humans and animals. هذا يعني هو تعريف الدم، هو السائل الأحمر الذي يتدفق في
أجساد الإنسان والحيوان. بيج مثلا خنزير، هو بدأ يعطينا المعنى الحرفي، حيوان لونه بينك يعني زهري وردي، وبلاك أو بلاك أو براون سكين، شورت ليجز، هاي بدأ يوصف إن البيج. لكن المعنى الإيحائي أو الارتباطي، كلمة بلاد بالنسبة لبعض الأشخاص يعني ممكن يتذكر حادث، لما يقول له بلاد يتذكر حادث حيث نزف في ذلك، أو تعني القتل، أو تعني القربان أو الأضحية. فالآن كلمة بلاد تعدى معناها إلى أشياء أخرى، أو أصبحت مرتبطة بأشياء أخرى. كلمة بيج مثلا عندنا المسلمين، يعني لما يقول خنزير، واحد خنزير توصفه إنه خنزير، يعني معناته أنت بتهزه. ليش؟ لأنه كلمة خنزير أصبحت مرتبطة ب يعني ديرتي، إنسان وسخ، أو disgusting يعني يدعو للإشمئزاز، أو أيضا اللحم غير الحلال اللي هو اللي قلميت. فكل هاي ارتباطات بكلمات pig. أتوقع أنه الآن أصبح واضح الفرق بين النوعين من المعاني، اللي هو المعنى الحرفي أو المفاهيمي، والمعنى الارتباطي أو الإيحائي. بهذا نأتي إلى نهاية الدرس الأول من دورة السيمانتكس، وهذه عناويننا للتواصل، الإيميل والواتساب وتويتر، وإلى اللقاء في الدرس الثاني بعون الله.